كل مدى الأسبوع كل ما كيغادرونا مشاركين. كل ما كيقرب اللقب والمنافسة عليه كتزاد. هذا الأسبوع المنافسة على اللقب كانت أقوى بين المشاركين. فرحة، حماس وقرار حاسم، وأنه كاين قرار اللي غادي يتخاد من طرف إدارة البرنامج. مشاعر متباينة تبعات أجواء المسابقة ومفاجأة البرايم الثالث، فقرة جديدة. هذه راه داري وأنا اللي عرض عليكم. طبقنا الفني كان متنوع. النجمة ابتسام تيسكات، الفنانة الأمازيغية فاطمة ححيد، والنجم الشعبي عادل الدكالي. ترقبوا البرايم الثالث من برنامج لالا العروسة مساء يوم السبت على القناة الأولى.